عمره 5 سنين. انت عمرك 5 سنين، قد ايه له هو الفئة؟ 5 سنين. له فئة 5 سنين؟ طيب طهر جبران. جبران انت شو جاي تعمل اليوم هون؟ بعدي لم يتمكن السرطان من سلب طاهر ابن الخمسة أعوام براءته، ورغم إصابته بالمرض منذ 3 سنوات إلا أن عينيه تشعان بالشقاوة. هو واحد من مجموعة أطفال مصابين بالسرطان شاركوا في عرض أزياء هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، نظمه مركز سرطان الأطفال في بيروت. على خشبة نصبت خصيصاً للاحتفال تمايل الأطفال كالنجوم، قدموا آخر صيحات الموضة في عالمهم، نشاط ترفيهي أدخل السرور إلى قلوبهم ليخبروا العالم أن الفرح حقهم طالما أن الحياة تسري في عروقهم. نحن هون لأنه منحب الحياة ومن ننتصر على السرطان. هني بدهم يخلونا فرحانين لحتى يعطونا معنويات ونفرح نحن بالحياة. بدهم يعملوا دفيلي حاسة حالي مدر. مركز سرطان الأطفال الذي أنشئ في بيروت قبل 13 عاما يتخذ على عاتقه علاج الأطفال المصابين بالسرطان بالمجان معتمدا على التبرعات، وهذا العرض هو جزء من حملة توعية لحث القادرين على التبرع، وقد نجح المركز حتى الآن في علاج 1000 طفل من لبنان والعالم العربي. اليوم نحن ميزانية المركز السنوية هي 15 مليون دولار، ولنقدر نأمن هالميزانية ونأمن العلاج لأطفالنا بنكون عم نتوجه بعدة برامج لجمع التبرعات، ودائما بنطلب من الناس بكل المناسبات وكل فترة من السنة يكون عم بيشاركوا ولو بقيمة كتير قليلة، لأنه كل شيء ولو صغير بيجمع وبيعمل فرق كبير بحياة أطفالنا. عرض الأزياء هذا ما هو إلا جولة من معركة طويلة يخوضها الأطفال مع مرض السرطان متسلحين بالأمل والفرح. غنوة يتيم، العربية، بيروت.